قول لمن شاء منكم هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد، من شاء منكم أن يستقيم، فدل على أن العبد يستقيم بمشيئته. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا رد على القدرية الذين يقولون إن مشيئة العبد مستقلة والعبد يفعل استقلالا، فالآية رد على الطائفتين، وفيها إثبات مذهب أهل السنة والجماعة أن الطاعات والمعاصي هي فعل العباد وهي قضاء الله وقدره، قدرها عليهم وفعلوها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. ولذلك الإنسان يستطيع، الإنسان العاقل غير المكره يستطيع يفعل ويستطيع يترك، يستطيع يقوم يصلي، يستطيع يتصدق، يستطيع يجاهد في سبيل الله، يستطيع هذا، ويستطيع يترك، يستطيع يترك الصلاة، يستطيع يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستطيع يترك الجهاد في سبيل الله، يترك هو باستطاعته واختياره، فهو يستطيع يفعل ويستطيع يترك. هو أقدم على الزنا وعلى شرب الخمر وعلى أكل الربا باختياره، يستطيع يتركه، يستطيع يترك الربا ويترك الزنا ويترك المحرمات، فهو باختياره ومشيئته يفعل هذا، وكل يعرف هذا، كل يعرف هذا. والجبرية لا يطبقون هذا الكلام الذي قالوه في كل الأشياء، فلو أن أحدا اعتدى عليهم ضربهم أو قتل أحدا منهم أليسوا يطالبون بالانتقام والقصاص؟ لماذا يطالبون وهم يقولون أن الجاني مجبر ما له اختيار؟ مجبر، كيف تطالبون وأنتم تقولون أنه مجبر وليس له اختيار؟ هذا تناقض، هذا من باب التناقض. أيضا هم يقومون يطلبون الرزق ويتزوجون، إذا كان الإنسان مجبر وشو له تطلبون الرزق؟ وشو له؟ اقعدوا لما يجيكم المقدر لكم، لا صار أنكم مجبورون كما تقولون، لماذا تفعلون هذه الأفعال وتطلبون الأشياء المعدومة، تطلبون إيجادها؟ فهم لا يطبقون هذا المذهب الخبيث، لا يطبقونه في واقع الحياة، ولذلك يطالبون بالانتقام والقصاص ويتزوجون يطلبون الرزق. فلو كان إنهم يطبقون مذهبهم معناه ما يتحركون حتى يجيهم أحد يحركهم، فهذا من القول الباطل والعياذ بالله. وهذه نتيجة الاعتماد على الأفكار، الاعتماد على العقول، والاعتماد على أقوال الناس وآراء الناس بدون رجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.